بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 92 من دروس قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، آمين آمين. ووصلنا إلى الباب 65، باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره. بداية أيها الأحبة، قبل أن أشرع في شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي، لابد أن أعطي نبذة عما يراه الإنسان في منامه. عالم الرؤى عالم عجيب. طبعا هذا يدل على، يعني بده يعطيك ربنا دليل انه يا في اله، في اشياء خلينا نقول مش ماديه، ما بدك تحسب كل شيء واحد زائد واحد يساوي اثنين، في اشياء اشارات ارهاصات او تحذيرات الله عز وجل يعطينا اياها في المنام. رؤيا رآها الملك ايام سيدنا يوسف كانت سببا في انقاذ مش بس مصر، حتى الدول المحيطه. وجاء إخوة يوسف، ليش جاءوا؟ من الجوع. القمح عند مين؟ أبو عدي، القمح عند مين؟ القمح في مصر. بناء على إيش مصر استعدت هذه العدة؟ بناء على رؤية. والتفسير الصحيح لهذه الرؤية، لاحظ الملك لما استشار جلساءه قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، وكمل الرؤيا. ما عرفوا، قالوا أضغاث أحلام، حلم. ترى الحلم من الشيطان والرؤيا من الله، سنشرح هذا الكلام. فلما وصلت الرؤيا إلى يوسف الصديق فسرها، وكان تفسيره سببا في إنقاذ مصر. في كثير من الرؤى تكون إشارات أو تحذيرات، أو يعني كما جاء في الحديث، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤى التي تحققت كثيرة، لو بدنا نيجي نستقصي عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها، رأت رؤيا قبيل بدر، رأت أن صخرة سقطت من جبل من جبال مكة حتى نزلت إلى مكة، فتفتتت الصخرة ودخل كل بيت من بيوت قريش جزء من الصخرة. العلماء بالتعبير قالوا هذه الصخرة عبارة عن مصيبة، ستتوزع المصيبة على بيوت قريش. طبعا صار أبو جهل يزعبر كما يقولون، ولا شاف العباس في عند الكعبة، قال له يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قال العباس فأنكرت الرؤيا. طبعا هي عاتكة حدثت العباس ثم انتشرت. قالوا له كيف تترك هذا العلج الكافر
يكلمك بهذا الكلام؟ قال: والله لأقصون عليه الآن. العباس دخل العباس إلى دار الندوة بده يحكي مع أبو جهل إنه كيف تحكي معي هيك، فإذا بصوت النذير: يا آل غدر، بحكي عن قريش، اللطيمة اللطيمة أموالكم عرض لها محمد. شوف ما رأته عاتكة تحقق. المهم، طيب هذا الذي يراه الإنسان في عالم الرؤى هل كله صحيح؟ جاء في صحيح مسلم أن ما يراه الإنسان في المنام على ثلاثة أضرب. طبعاً ثلاثة أضرب، أول ضرب من الله، قال الرؤية الصالحة من الله، والنوع الثاني من الشيطان، والنوع الثالث حديث نفس، بس على الحقيقة كله من الله، كل خطراتك وكل سكناتك، بس هاي أسباب. بمعنى النبات بنبت، مين اللي بنبت النبات؟ المطر ولا ربنا؟ شيخ، مين اللي بنبت النبات؟ المطر ولا ربنا؟ طبعا ربنا، طبعا ربنا. والآيات من سورة الواقعة: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. كل شغل ربنا، بس ربنا جعل في مي، شايف، جعل بتحط مي على الأرض الخصبة بيطلع نبات، ما بتحط مي بتطلع الأرض ناشفة. القتل، اثنين بيركبوا بسيارة بصير معهم حادث، هذا بموت وهذا بطيب، بتطخ اثنين بنفس المسدس، هذا بموت وهذا بطيب. ليش؟ الله عز وجل جعل الرصاصة وجعل الحادث سبب، جعل الرصاصة وجعل الحادث سبب، بس المحيي والمميت على الحقيقة مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. الآن ما تراه في المنام سواء كان رؤية صالحة ولا رؤية سيئة ولا حديث نفس، كله من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. لكن الاختلاف في السبب، ما يراه الإنسان من رؤية صالحة هذه تكون ربنا بده يعمل لك شيء، يعني يحذرك يبشرك. أحياناً بتشوف أنت شغلات بالمنام ترتاح لها، ترتاح لها خاص أو ترتاح لتأويلها، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى. أحياناً في بعض الرؤى لما يقول لك من الشيطان، الشيطان بيكون حاضر على هذه الرؤية، بيكون حاضر. الرؤية المزعجة، الرؤية السيئة، كله من الله، بس هذه سببها وجود الشيطان، سببها وجود الشيطان، هذه الرؤية السيئة. الآن في عندنا نوع ثالث من الرؤى، الإخوان المصريين بيقولوا الجيعان بإيش بحلم؟ أبو عدي بالعيش. أنا أذكر قبل 32 سنة جالس أنا بالجامعة، فإجا واحد سأل بعض مشايخنا، قال له: يا أخي أنا بدي أشوف النبي بالمنام، شو الطريقة؟ شامي هذا الشيخ بدمشق، شو الطريقة إني أشوف النبي بالمنام؟ قال له: بتعمل كبة مشوية وبتكتر ملح. هيك شامي شيخ الدكتور هاني، قال له: بتكتر ملح وما بتشرب وبتنام وانت عطشان، لا تشرب. والله ثاني يوم اجى هذا يصيح: يا شيخ ما شفت. قال له: شو شفت؟ قال: شفت انهار وغدران ومي هون ومي هون وسيول وفيضانات. قال له: طبيعي، لانك نمت وانت ايش؟ عقلك بايش؟ بالمي، فبدك تحلم بالمي. لو عقلك، لو الرسول بعقلك، لو الرسول بتشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا رؤيا الرسول كرامه، هاي من الله سبحانه وتعالى. وفي ناس بيقولوا: قول اقرا هيك واقرا هيك. عمي، الرسول عليه الصلاه والسلام لا يستجلب بورد، رؤيا الرسول كرامه من الله سبحانه وتعالى. الان في هذا الباب الذي عقده الامام النووي بعطينا ما هي الاحاديث لما تشوف رؤيا كويسه او مش كويسه. بعدين في بعض الرؤى الكويسه، يوسف لما راى اني رايت 11 كوكبا قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنه في حسد. فطب هو قصها على يعقوب، لكن يعقوب قال له: لا تقصها على إخوتك. يعقوب عارف أخوته بحسدوه، بس يعقوب ما بحسدوه. ولهذا إيش تحكي الرؤية الصالحة لمين تحكيها؟ للي بيحبك، للي بيحبك. طبعا في عندنا نقطة مهمة جدا، إنه بالرؤية إذا أردت أن تحكيها لواحد يفسر لك إياها لازم تحكيها لواحد فهمان. نفس الرؤية تفسر ربما تعبر بتعبيرين.
ربما تعبر بتعبيرين. وعالم الرؤية عالم عجيب، عالم عجيب، ومعظم هذه التفسيرات تكون من خلال آيات القرآن الكريم أو نصوص السنة أو أقوال، يعني أقوال العرب أو ما تعارف عليه الناس. يعني جاء رجل إلى عبد الله بن عباس قال: يا ابن عم رسول الله، رأيت أني أؤذن. قال له: أنت بتحج؟ الله يرزقنا وإياكم الحج إن شاء الله السنة الجاية، منكون إحنا وإياكم بعرفة. قال له: بتحج؟ بعد شوي أجا واحد داق عسنانه زي ما بيحكوا، مبين عليه الشر من عيونه وصاحب مشاكل. قال له: حلمت إني بأذن. قال له: دير بالك، ترى دير بالك، احذره، احذر من الحرام، إن تحققت رؤياك أنت زلمة بتسرق وبيقربوك بسرقة. قال له: طب كيف؟ هذا أذن وهذا أذن. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. واحد قدر مثل اللي عندي ويعني مبين عليه أمارات الصلاح، وين منوجه الرؤية؟ إلى التفسير الصالح. بينما ذاك الزلمة كان ومبين. فربنا شو بيقول؟ وأذن مؤذن أيتها العير إنكم سارقون. فالتأويل ما خرج عن القرآن الكريم، تأويل ما خرج. ولهذا أنت بدك لما تشوف رؤية كويسة بدك تأخذها لواحد عالم، تأخذها لواحد عالم، واحد فهمان. وعلم الرؤية علم كامل خاص بذاته. المهم نعود بسم الله إلى ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في الباب 65، باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره. قال الإمام المازوري، طبعا أنا هنا حبيت أنقل بعض كلام لبعض العلماء في بعض الحقائق عن الرؤية. الإمام المازوري طبعا هذا ما له علاقة بكتاب الأذكار، أنا نقلت النص يعني بس عشان نشوف كلام أهل السنة في علم الرؤى. قال: مذهب أهل السنة حقيقة الرؤية أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها أو يخلقها في قلب اليقظان. حط ببالك أشياء هاي خلق من الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يمنعه نوم ولا يقظة. ممكن يجي في هاجس ببطن أو خاطر وانت قاعد، ممكن وانت نايم، الله أعلم. قال الله عز وجل: لا يمنعه، إذا بده يوضع في قلبك خاطر لا يمنعه نوم ولا يقظة. حتى في اليقظة سيدنا عمر لما صاح بأعلى صوته: يا سارية، حط بباله إشي في مشكلة عند سارية والجبل، حط بباله إشي زرعه في قلبه. طبعا يقظان، يقظان، ربما يزرعه في النوم. قال: فإذا خلق هذه الاعتقادات، كلام المازوري لازلنا فيه، فكأنه جعلها علامات على أمور أخر تلحقها في ثاني الحال. يعني جعل هذه الرؤى علامات على أشياء ستأتيك. مثلا تحلم أنك بتأكل العنب، قالوا العنب إشارة إلى الرزق. حصل زوجتي قالت لي: احلمت أني أجيت على هاي الحنفية، على هاي الحنفية بدي أفتح مي لقيناها قاطع. بعد أسبوع بلغوني إدارة الجامعة بالسعودية: ما إلك نصيب عنا، هاي انتهاء عقدك. رزق انقطع، رزق انقطع. بعد أسبوع مثلا لقينا الحنفية فتحت بعمان. شو تفسيرها؟ شغلك بعمان. هذه إشارات. ولهذا شو بقول؟ بقول: فكأنه جعلها علامات على أمور أخر تلحقها في ثاني الحال، أو كأنه قد خلقها. فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو، فيكون ذلك الاعتقاد علما أو علما على غيره، كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيمة علما على العلامة، يعني علما علامة على المطر. والجميع خلق الله تعالى، والجميع خلق الله سبحانه وتعالى. حديث النفس
قلنا هذا يعني ما له علاقة ما له. ولهذا لاحظ لما إحنا قلنا الرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. طب ليش قال هذا الكلام؟ لأنه السيدة عائشة تقول أول ما بدأ به رسول الله من الوحي إيش يا أبو عبد الله؟ الرؤية الصالحة، كانت ما يرى شيئا في المنام إلا رآه مثل فلق الصبح، إلا رآه مثل فلق الصبح. طبعا لا أريد أن أكمل يعني أسترسل في هذا الموضوع، نأتي إلى الحديث الأول واللي رقمه في أحاديث الأذكار 260. روينا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، يعني إشارة أو بشارة من الله، من الله تعالى، فليحمد الله. إيش أول شغلة بده يعمل؟ الحمد لله، فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها. الحديث اللي بعده يقول وليحدث بها من يحب. ليش؟ خوفا من الحسد. وفي رواية هي أجابة، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان. طبعا احنا قلنا على الحقيقة هذا كله من الله، لكن الشيطان كان موجود وحاضر، بده يخوفك، بده يحزنك، ليحزن الذين آمنوا، يعني كل شغلة الشيطان انه يعمل لك بده يحزنك. قال فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. خلاص استعذ بالله، وإذا ما عجبتك ما حبيتها فاستعذ بالله فإنها لا تضره. الحديث الثاني وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي قتادة. قتادة صحابي أنصاري، هذا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، من خيار الصحابة، فيش حدا بالصحابة اسمه أبو قتادة. طبعا اسمه الحارث، أبو قتادة زي أبو عدي، أنا بعرف اسمه أبو عدي، أشو كيف؟ أبو قتادة كنية، إيش اسمه؟ الحارث ابن ربعي خزرجي، فارس رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، من علماء الصحابة وكبارهم، كان من أنصار سيدنا علي في الفتنة. المهم طبعا قتادة، القتاد معناه في اللغة الشوك، بقول لك خرط القتاد، خرط القتاد إنك تمشي بأرض كلها شوك. قال فدون ذلك خرط القتاد. رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الحسنة من الله والحلم من الشيطان. لاحظ تعبير، دقة التعبير الإلهي. الملك ما قال إني حلمت، شو قال؟ إني أرى ورأيت شيد سبع بقرات. شو قالوا له الجماعة؟ أضغاثوا أحلام، يعني قال ما لا شوية. فالحلم من الشيطان والرؤية من الله سبحانه وتعالى. قال طبعا هذا الكلام اللي حكاه أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث، أو فلينفث نفس الشيء، فلينفث عن شماله. ليش شماله؟ لأنه إحنا متعودين الشمال للشغلات السيئة، الشمال. فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. طبعا إيش النفث؟ النفث نفخ بلا ريق. في بعض الروايات فليبصق، في بعضها فلينفخ، يعني بدور نفس المعنى بس بدون ريق. وفي رواية فليبصق بدل فلينفث، والظاهر أن المراد النفث، وهو نفخ لطيف لا ريق معه. كم دقيقة صارنا يا الله؟ الحديث الثالث
وروينا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ذكرنا ترجمته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، المراد الحلم يعني، فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، يغير كل نومته. طبعا هذا الكلام يعني سنفصل ايش يعمل الانسان لما يرى الرؤيا، سنفصله بعد ان نذكر الاحاديث. الحديث الرابع: وروى الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا، وليقم فليصلي. إذن تحول عن الجنب نفسها، بدك تحول. إذن هذا الحديث في إضافة إيش؟ الصلاة. طبعا ممكن واحد يقول المراد بالصلاة أحد أمرين: يا الدعاء، ربنا قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، شو يعني؟ أو الصلاة الشرعية. بس لما قال وليقم، دل على أن المراد الدعاء وانت تحت الغطب تدعو، لكن الصلاة اللي بدها قيام ووضوء هي الصلاة الشرعية. أما الحديث الخامس فقوله: وروينا في كتاب ابن السني وقال فيه: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل عن يساره ثلاث مرات ثم ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئا، يعني لا تضر. طب هذول خمس أحاديث، إيش بيقول لك تعوذ، وإيش بيقول لك صلي، وإيش بيقول لك تحول عن جنبك، وإيش بيقول لك أنفث عن يسارك ثلاثا، كله وارد عن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. هنا يقول الشيخ ابن حجر الهيتمي، يقول: ما ذكر هذه الأحاديث ذكر من آداب الرؤيا الصالحة. أول شيء حمد الله تعالى عليها صالحة، ثلاث آداب للرؤيا الصالحة: أن تحمد الله سبحانه وتعالى أنه أعطاك هذه البشارة، والاستبشار بها أنه في بشرة، هاي فضل وخير من الله سبحانه وتعالى. والثالثة الإخبار بها لكن لمن يحب دون من يكره. هذا من الأحاديث أخذناها من رؤيا يوسف وقول يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال: وآداب الرؤيا المكروهة. إذن الثلاثة: الحمد الله عليها، والاستبشار بها، والتحديث بها لمن تحب، اللي بيحب لك الخير. طيب، وآداب الرؤيا المكروهة أربعة، طبعا هنا سبعة، ابن حجر قال أربعة، جاب أهم أربعة، قال أربعة: التعوذ بالله من شرها. والرؤيا إما أن تكون شر بظاهرها أو بتأويلها، الرؤيا إما أن تكون شر أو خير بحسبها. يعني واحد دعس شاف حاله، هذه قصة حصلت عن والد الشيخ نوح رحمهم الله تعالى، كان بالأزهر، فحدث بعض مشايخه ومقهور، محروق، قال: رأيت أني أبول على المنبر. ظاهرها للرؤية سيء، لكن تأويلها حسن. قال: سيخرج من صلبك العلماء. وشوف سبحان الله، يعني قال علماء الرؤى والتعبير، اللي بيشوف أنه لا والعياذ بالله يبول على المصحف، سيخرج له ولد حافظ للقرآن. القتل. إذا رأيت أنك تقتل إنسان استبشر خيرا، لأن ربنا شو قال لسيدنا موسى: وقتلت نفسا فنجيناك. إذا تأويل الرؤيا، تأويل قتل في الرؤى
النجاة من يعني فرج. فإذا الرؤية الصالحة السيئة قد تكون سيئة بنفس الرؤية أو بتأويلها، والصلاح إما أن يكون بنفس الرؤية أو بتأويلها. المهم طبعا هذا مين اللي بحددك، لا تعطي رؤياك لأي شخص. في أحد الأشخاص حكى لي قال رأيت في المنام إنه سيدنا بلال أعطاني قطعة جبنة. قلت له بتصير مؤذن؟ قلت له بتصير مؤذن؟ قال لي والله سألت الشيخ فلان قال لي بتصير مؤذن، بس سألت الشيخ فلان قال لي تبتلى. ليش تبتلى؟ قال لأنه الشيخ سيدنا بلال ابتلي. قلت له لا، سيدنا بلال رمز على الأذان مش رمز على الابتلاء. الابتلاء في مليون واحد ابتلي غير بلال، لكن من كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يخطر ببالك الأذان لما بقول أرحنا بها يا بلال. فإذا بلال رمز للابتلاء ولا رمز للأذان؟ لأنه بقولي والله إني تعينت مؤذن بالأوقاف، تعينت مؤذن بالأوقاف. فبدك تعطي الرؤية لواحد يفسرها خبير في هذا. نعم، قال أن يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وأن يتفل حين يستيقظ ينفخ، مش تكون مرته قاعدة على يساره وتصير يبزق، لا، المقصود أنه ينفخ، ينفخ عن يساره. قال وأن يتفل حين يستيقظ، قلنا كما قال النووي نفخ لطيف على اليسار، ولا يذكرها لأحد أصلا، مش زي الرؤية الحسنة، الرؤية الحسنة يذكرها لمن يحب. زاد البخاري وقال ثلاث، زاد البخاري ومسلم هذول أربعة عفوا، خامسة وهي الصلاة، ولفظهما فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي. وزاد مسلم سادسة وهي التحول من جنبه الذي كان عليه. القرطبي شو قال؟ طبعا في سابعة وهي قراءة آية الكرسي. القرطبي شو قال؟ قال ترى إذا قام يصلي سواهن كلهن، تحول عن جنبه، استعاذ، لأنه ربنا قال إذا قرأت القرآن فاستعذ، بالقرآن بده يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بده يتحول عن جنبه، بده يقرأ آية الكرسي، إذا قرأها بكون حقق هذه السبع آداب. ويقول القرطبي وبقيت سابعة وهي قراءة آية الكرسي. طبعا يقول الإمام القرطبي إذا صلى لما يرى الرؤية السيئة بكل الآداب التي ذكرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في آداب الرؤية السيئة تكون قد تحققت. هنا نكون قد وصلنا إلى الباب السادس والستين، باب ما يقول إذا قصت عليه رؤية. لما واحد يحكي لك رؤية بتقول له خير كذا إن شاء الله تعالى، يعني لعلنا نتكلم في هذا بعد العيد، بنعطيكم إجازة لأنه هذه أيام اللي بده يصوم لأزمة الطرق. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا في هذه العشر، أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في هذه العشر، وأن يبارك لنا فيما بعد العشر، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وفي أزواجنا وفيما وهبتنا. اللهم بارك لنا في أيامنا، اللهم بارك لنا في عباداتنا، وبارك لنا في أموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بفضل هذه الأيام المباركة أن تفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم خفف عنهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أوقف الحرب عنهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم احقن دماءهم وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل عائلهم وسدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم حقق لهم نصرك المؤزر، اللهم اجمع لنا تكبيرات العيد مع تكبيرات النصر، اللهم اجمع لنا تكبيرات العيد
مع تكبيرات النصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوانا على حدودنا الشمالية يدافعون عن بلادنا شر الفاسدين والمفسدين، ووفقهم يا ربنا وانصرهم وثبتهم وأيدهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم خفف عن إخواننا في بلاد الحرمين يا الله يا كريم، اللهم خفف عنهم وأعدهم سالمين، وتقبل حجهم وتقبل طاعاتنا. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.